حدثنا مسدد حدثنا حماد عن ثابت البناني عن انس بن مالك وايوب عن ابي قلابه عن انس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وكان معه غلام له اسود يقال له انجشه يحدو فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك يا انجشه رويدك بالقوارير